والله المنطقة هذه طبعا بالبحر متاعها والشلال كلها مناظر طبيعية، مناظر حلوة، وإحنا استمتعنا والجروب متاعنا كله استمتع بهذه المناظر، وكل ترحاب رحبوا بينا أهلنا في الجزائر. ما شافش الجزائر طبعا ما شافش حاجة في حياته. قلنا نستكشف الجزائر لكن فوجئنا بالطبيعة، جميلة جدا، شعبها مضياف كريم، عجبتنا برشا، وإن شاء الله نملولها مرة تانية. حاجة اللي شفتها سيكي رار في العالم كل، أنه يتخلط الجبل مع البحر مع الواد، معناها ويعمل حاجة ميكست تعمل كيف، فهمت ولا؟ والحق تمتعوا ببلادكم، ننصح الناس باش تجي وتتفرهد وتعيش في بلادها، لأن اللي عندكم أنتم برشا بلدان ما عندهاش. الدجيج اللي عجبتنا، الكوف العجيبة، إذا كان الشلال أو البحر، وما زال رحلتنا مستمرة، وهذه ثاني رحلة نديروها كجروب من ليبيا عائلات إلى الجزائر، وما زال مستمرين معكم إن شاء الله.